إذا نحاولوا نبرهنوا على واحد التمرين، نخرجوا واحد التمرين. إذا نعتبر المجموعات سي اللي تتساوي ثنائي اكس y من r كاري، حيث x على بيسونس 3 ناقص y على بيسونس 3 انفيريور ا 1 اي انفيريور ا x كي هي انفيريور ا x موان y. إذا المطلوب في التمرين هو نبينوا أن المجموعة سي فهي ضمن صفر واحد كيفما تتشوفوا فوا موانزا صفر. بما أنه أن هنا علاقة ديال التضمين، يعني أن السي دائما فهو ماشي مكافأة وإنما استلزام، يعني أنه غادي نحاول نديرو واحد المحاولات اللي غادي يديو بنا لهذه النتيجة هذه. داكور، إذا نحاولو بعدا تنعرفو بأن x على بيسونس 3 موان y على بيسونس 3 تتساوي x موان y فوا x على بيسونس او كاري بلس xy بلس y او كاري، ياك متفقين؟ إذا غادي عندنا العلاقة التالية، عندنا x 3 موان y 3 انفيريور ا x موان y، ياك هذا يعني ان x موان y فوا x على بيسونس 3 بلس x y بلس y او كاري هي انفيريور ا x موان y. الان عندنا x موان y اكبر من واحد اكبر من صفر، اذا فهو عدد موجب، فهذا تيخلينا اننا ممكن نختزلو دو باغ دوطخ وتنحصلو على x على بيسونس 3 زائد x y زائد y كاري انفيريور ا 1. اذا هذه واحد العلاقه نسطرو عليها ونسميوها واحد، ربما تنفعنا في شي حاجه. اذا باش نكملو نحاولوا نعرفوا الإشارة ديال X والإشارة ديال Y. إذا النتيجة بعد اللي وصلنا اللي بغينا نوصلوا لها فهي تتضمن أن X موجب و Y سالب، متفقين؟ إذا نفترض العكس، نفترض أن X و Y لهم نفس الإشارة، ياك نحاولوا بأنقوا بأن هذا خاطئ. إذا لنفترض أن x y أكبر من صفر، ياك إذا x كاري بلس y كاري غادي تكون صغر من x كاري بلس x y بلس y كاري، لأن ضفنا إلى x y كاري بلس y كاري عدد موجب، وبالتالي غادي نحصل على واحد النتيجة الثانية اللي غادي نسطرو عليها حتى هي. إذا x كاري بلس y كاري inférieur à 1. Yeah. إذن هذه المتراجحة فهي تستلزم أنه x قيمة المطلقة دياله صغر من واحد وقيمة المطلقة لy فهي صغر من واحد، تفقين؟ لكن تنعرفوا بما أن x أكبر من واحد زائد y فهذا يعني بأن x أكبر من صفر، لأن y محصور ما بين ناقص واحد وواحد، متفقين؟ إحنا ديما في الفرضية ديال x y أكبر من صفر. إذن بما أن x كبر من صفر فهذا تستلزم أيضا أن y أكبر من صفر. إذن إحنا غاديين تنحاولوا نقلبوا على شي تناقض. تناقض فين كاين؟ كاين نرجعوا أن x عدد موجب وفي نفس الوقت فهو أكبر من واحد زائد y، وبينا بأن y عدد موجب إذن x غادي يكون قيمة أكبر من واحد،
إذن أنتم شوفوا افترضنا بأن x y أكبر من صفر، هذه هي الفرضية. إذا افترضنا هذا الشيء تلقوا بأن القيمة المطلقة x صغر من واحد والقيمة المطلقة y صغر من واحد، وتلقوا كذلك بأن x أكبر من واحد. إذن هذه العبارة الأخيرة اللي هي x أكبر من واحد فهي عبارة خاطئة. وبالتالي فعندنا إكس إيكغ كبر صغر ندوزو الفرضية الثانية. إذن النتيجة اللي لقينا وهي إذن عندنا إكس إيكغ انفيريور أ زيرو. إذن إكس وإيكغ عندهم إشارتين مختلفتين. دابا هادي نتيجة نسطرو عليها. تنعرفو أنه x هو أكبر من العدد y. علاش؟ لأنه عندنا x مع y أكبر أو يساوي من واحد. إذن إذا كان x أكبر من y فيعني أن x هو العدد الموجب و y هو العدد السالب. لكن نستعمل واحد المتراجعه اللي عندنا كمعطيات. لدينا x à la puissance 3 moins y à la puissance 3 فهو inférieur à 1. ياك تعرفوا بان y 3 فهو سالب. اذا x à la puissance 3 تنعرفوا بان moins y 3 بعدا فهو موجب. إذن x على بيسونس 3 مو y على بيسونس 3 فهو أكبر من x على بيسونس 3 لأن x 3 زدنا عليه عدد موجب. وبالتالي عندنا x على بيسونس 3 inférieur à x على بيسونس 3 مو y على بيسونس 3 inférieur à 1. هذا الشيء اش تيعني؟ هذا تيعني أن x inférieur à 1. إذن حنا وصلنا. إذن لدينا x inférieur à 1 وفي نفس الوقت هو x supérieur à 0. وهذا تيعني أن x تنتمي لصفر واحد. إذا ندوزو كذلك لدينا x موان y فهو أكبر من واحد. هذا يعني أن y فهي أكبر من x ناقص واحد. بما أن x موجب فهذا فx ناقص واحد فهو أكبر من ناقص واحد. إذن بينا أن y فهو عدد سالب، وبينا بأن كذلك y أكبر من ناقص واحد. وهذا تعني أن y تنتمي لناقص واحد صفر. وبالتالي نكونوا بينا بأن c فهي ضمن صفر واحد فوا موزع ناقص واحد صفر. إذا بحال هاد التمارين هادو ما يمكن الواحد توصلهم إلا بالمحاولات، يعني تياخذ دوك العلاقات وتيحاول يوظفهم بطرق مختلفة باش يخرج النتيجة المبتغاة.
الا كانت بحال هاد التمارين محطوطين في الفرض وصلتوا لواحد النتيجه ولو جزئيه، يعني مثلا وصلتوا لان اكس ايغريك فهو سالب، اي ان اكس و ايغريك عندهم اشاره مختلفه، فلا باس درجوا بحال هاد الاجوبه درجوا بحال هادشي في الاجابه ديالكم، لان الاستاذ بلا شك غادي ياخذها بعين الاعتبار. شكرا.